السلام عليكم شباب، انا ربي يحفظكم يا الغالين. طلب المتابعين الغالين طلبهم على عيني وراسي، شنو فرق السكيت الحديث عن القديم؟ وشنو يمتاز؟ وشنو الشركات اللي يبيهن؟ وشنو السكيت اللي يدعم الحركات او القفز او السرعه؟ نبدا وياكم بالسكيت القديم اللي يعني ما يمتاز لا قفز لا سرعه ولا كذا. هذا السكيت اللي تشوفوه قدامكم 6 عدله 4 تايرات، تايرات يكون بهذا الحجم. هذا مو مخصص للحركات ولا مخصص للقفز، مخصص للمشي. راح تسوي بيه حركات صحيح تقدر وانت بطل، بس هو مو مخصص للحركات. تقفز بيه صحيح تقدر تقفز بيه، بس ما مخصص هم للقفز. هذا بالنسبة للسكيت العادي القديم، هذا النوعية. سولك الشركات سولك سكيت يدعم الحركات والسرعة وهيك أمور. هذا بيش يمتاز؟ نوعية السيبة شركة عالمية استعرض وياكم بيها، والميزة في هذا السكيت الشركة سوت لك حتى تقدر تسوي حركات براحتك. تايرات اثنين عالية اثنين ناصية، هاي الغاية منها تدعم الحركات بسلس، يعني تصير حركاتها كلش سهلة السكيت وسلسة. صنعت لك هذا الأمور كلها تضب الرجل وتحافظ على الرجل، حيث حتى من تقفز من تسوي حركات سرعة ما يتحرك لا يمين ولا يسار. بالنسبة للسيدة من تشوفون هيك سكيت تايراته بهذا القياس بهذا الحجم يدعم سرعة. شوفوا هسه هذا قياس التاير 100 110 120، هذا السرعة سباقات ما سباقات. عندكم السكيت الثلاثي، السكيت حاليا هو بالساحة متوفر للمحترفين أبطال العالم يستخدمون هذا السكيت الثلاثي. هاي النوعيات اقصد لك، مو هاي النوعية لا، النوعيات الباقية وهذا النوعية. الميزة بهذا السكيت والحلو السكة مالته 3 تايرات تصير و4 تايرات ثلاثي ورباعي، هاي الميزة بهذا السكيت الحلو. هذا الاربع تايرات حدث تايرات نفس اللي شرحت لكم اياها، 2 عالية 2 ناصية، والغاية منها تصير حركات فول 2 عالية و2 ناصية. وهذا الشكل الأحزمة 3 شرايط وهيك أمور وهيك أشكال. عندكم هواية يسألوني عليه الأبطال 5 تايرات شنو يمتاز هذا السكيت؟ يمتاز هذا السكيت 5 تايرات سرعة، سلس بالمشي، باللبس كلش مريح. هذا السكيت يمتاز بالسرعة 5 تايرات. عندكم السكيت الثلاثي الفيرستايل، هو من اسمه فيري ستايل يعني يدعم حركات وقفز وسرعة. ثانيا هو اللي يستخدمون أبطال العالم أو المحترفين عندنا. 3 تايرات كلش مريح، 3 تايرات قفز سرعة حركات فيري ستايل. شوفوا تايرات طبعا سرعة، هو أكيد سرعة مرتب. عندكم الأحدث هذا السكيت احدث من ذنيج زوم 100، هذا اسمه زوم 100 نفس الشرح. الصنع مالته طبعا هذا ماركه باع الصنع مالته الثقيل السكه وشي حديث. تايرات قلنا ليش 100؟ لان السرعه يدعم السرعه حركات وقفز هيك نوع. هاي الدروع شغلات ضافوا له هيك امور. شويه جاي استعجل حتى ما يطول عليكم المقطع يا شباب يا بنات. عندكم سكيت الرباعي، هم طلبوا من عندنا حتى نشرحوا على السكيت.
هواية يسألون السكيت هذا بيه حركات، اي نعم بيه حركات وبيه سرعة وبيه حتى قفز، بس مو سلس. هذا رباعي، يعني نقول ما تحدث بشيء رباعي، هذا قصدي من الشرح عليه، هو نفسه رباعي بس الشكل وهيك امور. عندكم هذا السكيت نسميه الربع بوت، من تشوفون هاي السكه وهيك شكل هيك صناعه، هذا سباق عالميا يدخل بمضمار السباق، نشوفهم يمكن اكثر شيء شايفينه على اليوتيوب او النت او المواقع. هاي النوعيه تدعم سرعه سباقات، يكون هذا الشكل، هذا باله اصلي طبعا. طبعا هندد الجسكيتات حلوه مال هيك اعمار حتى يكون محترف بهيك عمر، هم تحديث نعتبره هذا السكيت الثلاثي خفيف بالقفز بالحركات كلش حلو هيك عمر. استعرض وياكم هذا، نقول احنا مال استعراضات لا مال السباق ولا هذا، بس نقصد لكم الشركة تقدر تصنع قياس التاير 180 هذا على 150، 180 على 150 طبعا كلش سريع، جيلاتين السكيت باله اصلي، غريب يعني شوية الصنع لأن تايرين كل السريع. وهاي القطعة الثانية نفس الأحجام جيلاتين طبعا، صوت ماكو فتشي، كل الصناعة كلش حلوة. الغاية منها اشرح لكم عليه، يعني اكو تايرات بهذا الحجم، خليكم اياها بالتفصيل بالمضبوط، 180 على 84، 180 على 84، 84 على 150 هذا التاير الامامي، هذا الفرق. دائما التطور مطلوب وشيء احدث من شيء، يعني هسه السكيتات اللي موجوده حاليا نقول بالعالم راح هم ينزل سنه سنتين، يعني كل سنه راح ينزل شيء جديد. تحياتي لكم، وش تحتاجون اكتبونا بالتعليقات، ربي يحفظكم.